القضية برحمة منسقة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ببرشيد. نحن اليوم في هذه الوقفة لإحياء الذكرى لتخليد الذكرى الثانية لرفض الشعب المغربي للاتفاقية الخيانية التي وقعتها الحكومة المغربية تطبيعا مع إسرائيل. هذه الدعوة اليوم هذه الوقفة اليوم اللي من خلالها كنعبروا على رفضنا القاطع والتام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي ما فتئنا نناضل من أجل التعبير عن رفضنا وعن تضامننا مع الشعب الفلسطيني اللي نعتبره دوما كنا نعتبر قضيته بأنها قضية وطنية. واليوم هذه الوقفة هذه في اللي دعت لها الجبهة وطنيا واللي هي تقامت على مستوى المدن الجبهات المحلية على مستوى المغرب. وفي هذا الإطار هذا كيجي الإحياء ديالنا اليوم لنقول لا للتطبيع، نرفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التطبيع، نرفض الاتفاق الاتفاقية الخيانية التطبيعية والتطبيع خيانة. اتفاقية التطبيع العلني والرسمي للعلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، وقد قررنا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إحياء هذه الذكرى المشؤومة تحت شعار جميعا مع فلسطين ولحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني بتنظيم اليوم الوطني
التضامن الدائم مع الشعب الفلسطيني والدعوة لأشكال ووقفات احتجاجية في كل مناطق بلادنا هذا اليوم السبت 24/2022 لنصرخ عالياً في وجه المطبعين ونطالب بإسقاط هذه الاتفاقية المشؤومة التي وقعها رئيس الحكومة آنذاك والتي لا تعد أن تكون إخراجاً للعلن لخيار استراتيجي للنظام المخزني هي من سمات كل الأنظمة الرجعية العربية المستبدة والفاسدة والريعية التي ارتمى جزء منها بشكل علني ورسمي في أحضان هذا العدو الخطير الذي يفتك بشعب فلسطين بهدف تهجيره منها بشكل علني ورسمي في أحضان هذا العدو الخطير الذي يفتك بشعب فلسطين بهدف تهجيره والاستيلاء على أرضه وشطب هويته وركبت البلدان المعنية موجة تطبيع في إطار ما سمى اتفاقيات أبراهام وهي تسمية مغرضة توحي وكأن الصراع في المنطقة هو صراع ديني يقتضي حله التوافق بين ممثلي الديانات التوحيدية الثلاث عبر شعارات التسامح والتعايش الجوفاء والديماغوجية بينما واقع الأمر أن المشروع هو التطبيع خيانة وتميزت هذه الفترة على مستوى بلادنا بمقاومة رائدة لمسلسل الخيان المسار إليه بقيادة جبهتنا الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد تطبيع وكافة القوى والفئات والشخصيات الداعمة للشعب الفلسطيني وهي مقاومة لا زالت متواصلة تسعى إلى استنباتها وتجديرها في عمق المجتمع المغربي الرافض أي علاقة مع الصهاينة المجرمين ويتضافر هذا المجهود مع كفاح الشعب الفلسطيني حيث مثلت معركة سيف القدس أهم معالمه الحديثة والتي أبرزت دور المقاومة والوحدة المتينة للشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده ناهيك عن تصاعد المقاومة المسلحة العتيدة في الضفة الغربية ممثلة في عرين الأسود وكتيبة جنين وغيرهما لقد انفضح سيف كل الشعارات المخزنية التي بنى عليها التطبيع ومنها أن التعاون مع الكيان الصهيوني المجرم لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني وهي كذبة لا تنطلي على أحد كما اتضح أن هذا المسعى يهدد الأمن والسلام أصلا بين البلدان المغرب الكبير وأن هذا الكيان يشكل خطرا فعليا على كل شعوب منطقتنا ويعد أداة مهمة في يد الولايات المتحدة الأمريكية لاستدامة السيطرة عليها وعلى خيراتها صامدان 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 وللتطبيع رافدان وللتطبيع رافدان وللتطبيع رافدان وللتطبيع رافدان نعبر في السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن أولا تهانينا للمنتخب المغربي والجماهير الشعبية المساندة على الإنجاز الريادي المهم بتأهل لنصف نهائي كأس العالم وعلى الانتصار لفلسطين وقضاياها من خلال رفع العلم الفلسطيني والشعارات المناصرة لها ثانيا إدانتنا للإعلام الصهيوني وأبواق المطبعين على تحاملهم على المنتخب الوطني وعلى جماهيره ثالثا إدانة للعمل الخبيث للإعلام الرسمي الذي عمد إلى حذف مشاهد انتصار الجماهير الكروية لفلسطين من ربورتاجاته إذعانا للإرادة الصهيونية رابعا إدانة للانتباه الأغلبي في البرلمان السوري للمخططات الصهيونية بمصادقة غرفتيه على اتفاقيات الخزي والعار المحالة عليها من طرف الحكومة المخزنية خامساً تنويهنا بجميع الجهود
المتنامية المساندة لفلسطين والمناهضة للتطبيع من أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم وإدانة لكل المهرولين للتطبيع والعمالة للكيان الصهيوني. وهي كلمة واحدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.